تخلص المنتدى إلى التوصيات التي أعلنها الرئيس السيسي، وتضمنت إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وتكليف إدارة المنتدى بتكوين مجموعة عمل للإعداد لقمة المناخ كابك 27، إضافة إلى تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار بين الشباب المصري والعالمي. معي عبر الهاتف الأستاذة فريدة شباشي، الكاتبة الصحفية. أستاذة فريدة، بعد التحية، يعني أولا فلنبدأ بقرارات الرئيس التي أعلنها في ختام المنتدى بناء على توصياته، وأولها إعلان عام 2022 وعاما للمجتمع المدني. تعليقك على هذا القرار. أستاذة فريدة الشباشي، الكاتبة الصحفية، أنت معنا على الهواء مباشرة. أعيد التساؤل فيما يتعلق بقرارات الرئيس في ختام المنتدى. أول هذه القرارات هو إعلان عام 2022 هو عاما للمجتمع المدني، تعقيبك. يعني أنا بمسي عليكي في الأول وعلى أهلا. كل السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. شوفي، أنا بقول مصر النهاردة في عيد، عيد حقيقي، عيد بالمعنى الحقيقي بكلمة العيد، وإن إحنا نعيد. يعني عندنا رئيس دلوقتي شايف كل حاجة، يعني بيدينا أمل في يعني كل اجتماع بيعمله وكل لقاء بيعمله بيرتب عليه ما هو قادم أجمل. يعني شوفي 22 عامل المجتمع المدني، يعني الرئيس بيعمل حاجات بتدي الشباب احساس ان عليهم مسؤوليه وانه اسهاماتهم مقدره ومحترمه. وده املي انا كواحده مواطنه كبيره في السن قوي، يعني تجاوزت ال 80، فبحب قوي 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 لما اشوف الشباب متحمس وعنده رغبه في انه يخدم مصر وبيحب مصر، بعكس الفترات السوداء اللي كنا فيها كان فيها الوطن ملوش قيمه. فالنهارده الرئيس بيشدد قوي على حب الوطن، وبيشدد قوي على قدره الشباب، يعني لما يقول لهم يحضروا لقمه المناخ اللي جايه اللي هتعقد في مصر، وكمان الاشاده اللي شفناها من العالم كله بتنظيم مؤتمر منتدى الشباب بتاع شرم الشيخ، والكلمات العاقله يعني المحترمه اللي اتقالت فيه، والحوار اللي دار بين الرئيس وبين مختلف اجناس العالم، يعني كان فيه من كل قاره ومن كل حته. نعم. فكل دي حاجات بتخليني احس ان مصر زي ما انا قلت من زمان، انه هذا الرجل القائد العظيم بيرجع مصر لمكانها ومكانتها. شوفي، هو النهارده ما بيتكلمش على مصر بس، يعني هو بيتكلم على مصر وعلى بناء مصر لكل حته في العالم محتاجه لجهد البناء ومحتاجه لجهد الخبره والتعامل. يعني في حاجات كتير قوي قوي بتخلينا نحس ان مصر رجعت تاني ايقونه في العالم، ورجعت تاني بتمد ايدها للبناء. وهذا الرجل من اجمل صفاته انه دايما يفكر في البناء والمساعده، مش في الهزم والتآمر والقرف اللي كنا بنشوفه وبنشوفه. نعم. من بعض الناس. عشان كده مصر كلها وراء، وانا رايي ان احنا لما طلعنا 30 مليون او بين 35 و40 مليون في يونيو سنه 13، احنا قلوبنا اللي شاورت عليه. عشان كده هو حتى لما قال في المؤتمر كان بيقول ان انا مستعد كل سنه اعمل انتخابات. أنا بقول له وأعتقد إن كلكم متفقين معايا إن أنت، إحنا اللي محتاجينك وإحنا اللي عايزينك وإحنا اللي بنحبك. وأنت يعني أنت عارفة أنا دايماً بفكر إن لما بيبقى قائد عنده مقومات القيادة والزعامة، حتى اللي في سني أنا يحس إن هو أب لينا كلنا. صحيح، يعني هو شعور بالأمان والاطمئنان للجميع. طيب أستاذة فريدة، الثقة التي تحدثت عنها تجاه الشباب، وذكرت مثال واحد من أهم قرارات الرئيس اليوم وهو تكليف مجموعة عمل من شباب مصر والعالم بالمشاركة الفورية في التحضير لقمة المناخ القادمة. هذا يجعلنا نتحدث عن تجربة المنتدى، منتدى شباب العالم.
أو منتديات الشباب أيضا، هي تجربة مصرية خالصة تحول الآن إلى منصة حوارية يعني لها وزن على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. هذه التجربة الفريدة من نوعها، كيف ترينها؟ أنا أرى أنها بتضيف للرصيد المصري من ساعة ما استلم القيادة، أو إحنا ادينا له القيادة، فوضناه الرئيس السيسي، لأنه النهاردة العالم كله بيتابع المنتدى بتاع الشباب ده بتاع شرم الشيخ وتابعه، والمتابعة دي بتولي قد إيه مصر النهاردة مختلفة، وقد إيه مصر النهاردة يعني ليها وزنها وليها تعاملها مع الكل، ومقدرة من كل القوى المحترمة. طبعا قوى الشر دي ما فيش فايدة، يعني عايزين كانوا يشوفونا زي ما قال الرئيس، قال يعني احنا كان الخراب، يعني كنا هنروح مش عارفه فين. فالحمد لله، لانه انا بشوف ان كل ما بيعمل حاجه يعني مصر بتكبر بيها، يعني بتكبر النهارده حتى الشباب المصري فيه احترام عالمي له من المنتدى ده، يعني بيشوفه، لان لما يعني بيقول لك دايما انك انت لما تشوفي الحاجه غير لما تسمعي عنها، فان النهارده كلهم شايفين ان في امن وامان، شايفين ان في حماسه، شايفين ان ده راجل بيقعد وسط الناس كده يعني كانه واحد منهم، بكل تواضع وبكل عظمه في المشاعر يعني النبيله والحب للشعب والمصر، ومن غير ما يكون ولا حراسه ولا بعيد عن الناس ولا حاجه، يعني انت بتشوفي كلهم شافوا يعني. فكل دي حاجات يعني بتضاف لمصر السيسي زي ما بنقول، يعني يعني ان شاء الله ربنا يا رب يديله القوه ونبقى كلنا وراه، وكل اللي يطلبه مننا نلاقيه. يعني انا حتى كده وانا كبيره قوي في السن كده لو ادي فلوس الشارع حقته. طيب استاذه فريده، يعني فكره ايضا وجود هذا المنتدى وغيره من الفعاليات وسط جائحه كورونا اللي اثرت على دول العالم اجمع ودفعتها أيضا نحو الإغلاق، هنا تجربة مصر رائدة في مواجهة تحدي الجائحة. رأينا الإجراءات الاحترازية المشددة التي قام بها المنتدى يعني على نفقاته وعلى أحدث التكنولوجيات، الروبوت المصري الذي رأيناه، الغرف ذاتية التعقيم والقاعات. هذا أيضا تحدي وتجربة فريدة لمصر أنها تعمل وتصر أن تستكمل البناء رغم تحدي وجود جائحة مثل جائحة كورونا. ده مش بس كده، ده كل اللي انت قلتيه ده مظبوط وتمام وحاجة عظيمة جدا، بس أضيف كمان له إنه مصر حققت نمو اقتصادي، يعني انت عارفة في دول كتير جدا، أنا بقرأ الصحف العالمية المترجمة يعني، وبشوف إنه في دول حصل فيها ازمات في حاجات كتير. نعم. احنا الحمد لله يعني بالعكس، يعني في بناء وفي اهتمام يعني بالمحدود الدخل او اللي ما عندهمش دخل خالص، وبيتبنى لهم مساكن وبيتعمل لهم مشروعات، يعني كل حاجه بتصب في الخانه استرجاع الانسانيه لينا. احنا لما يبقى عندنا 1.5 مليون مشردين في الشوارع ويتعمل لهم وحدات سكنيه، والريس بيكمل يعني عمل 300,000 وحده وبعدين بيكملوا تاني دلوقتي، يعني انا عايزه اقول لك ان ده شيء يمكن يفوق الحلم والخيال. الحمد لله، بس يا رب مش هو يعمل 1 مليون سكن، يعني 1 مليون مواطن بيروحوا جايبين 1 مليون تاني. لازمه الزياده السكانيه طبعا معضله مهمه في مواجهه التنميه، والرئيس تحدث عنها في اكثر من مناسبه. في اطار النهضه المجتمعيه ايضا تاتي مبادره حياه كريمه، يعني كبرى المبادرات الرئاسيه. المنتدى كان فرصه ايضا لتعريف الشباب القادمين من دول العالم بهذه المبادره التي ستغير حياه القرى المصريه. هذا ايضا مهم في التعريف بمصر التي تتاهل للجمهوريه الجديده. ده تجربة حياة، مبادرة حياة كريمة دي عاملة انبهار في العالم كله، ومش بس كده، وبيعتبروها مثال يحتذى،
وعايزين يشوفوا التجربه دي تمت ازاي. انت عندك 60 مليون مواطن بتتغير حياتهم دلوقتي، مش الستة ولا 6000 ولا 600، لا 60 مليون مواطن كانوا مهمشين ومهملين ومحبطين ومحدش مهتم بيهم، مع ان الصعيد يعني ده بدايه الحضاره هناك. فالرئيس مهتم بيهم وهم هيضافوا الى القوه المصريه اللي موجوده اللي كانت عامله، لان هم كانوا مش قادرين حتى يعملوا حاجه، مستكتفين يعني قاعدين ما حدش بيسال فيهم ما حدش بيروح لهم. لا النهارده كل الفريق اللي مع الرئيس بتوجيهاته يعني بتوجه لكل القرى اللي في الصعيد مصر، وشوف انت استقبلوا الناس ازاي وعبروا عن فرحتهم ازاي لما راح، لانه مش الانسان. انا عايزه اقول بس للناس اللي عندها لوشه انها تفضل تصرخ وتشتم وهو ده حقوق الانسان، حقوق الانسان هي اللي بيحصل في مصر النهارده. الحقوق بانه يبقى عنده سكن، يبقى عنده طعامه متوفر، يبقى عنده علاجه متوفر، يبقى عنده تعليمه متوفر، يبقى عنده شغل يعني عمل يكسب منه، كل دي حاجات هي ده اهدار، ده هو ده اللي اكبر اعتداء على الانسان. لان احنا لما عملنا الثوره كانت الشعار اللي كان بيطلق عيش حريه عداله اجتماعيه، وده اللي بيتحقق النهارده وهو ده اللي احنا عايزينه، واحنا مبسوطين قوي قوي كده. وخلي بقى اللي عايزين يدعجعوا يعني يروحوا يدعجعوا في حته ثانيه. يعني الثقه في اداره المنتدى بتكلفيها بامور خاصه ب يعني تحقيق التنميه على كافه المستويات، من ضمن قرارات يا استاذه فريده ايضا التي نريد مناقشتها هي تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرة كانت من إدارة المنتدى سابقة، وهي إنشاء يعني حاضنة خاصة لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مجلس الوزراء. هذا أيضا يصب في صالح الطبقة المتوسطة، يعني جانب حياة كريمة ورعاية أهل القرى وتوفير السكن الكريم لهم جانب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا جانب مهم لخدمة شريحة أخرى طبعا. وكمان هو الرئيس بيتكلم عن تعاون القطاع الخاص كمان مع الدوله، صحيح، والمنظمات المجتمع المدني، ان في هنا نداء بتعبئه كل الجهود المصريه وكل القوى المصريه وكل الطاقات المصريه وكل القدره على الابداع المصريه كلها انها تبقى في خدمه هذا الوطن، ترجعه تاني زي ما كان طول السنين اللي معروفه. يعني النهارده ده انا لما كنت في باريس كنت بشوف ناس بتروح متحف اللوفر تتهبل، والمسله المصريه اللي في الكونكورد، يعني عارفه يعني برضو احنا مش بنقول كلام. دلوقتي بقى الرئيس رجعنا تاني مش نقول كلام، بنورد بنعيش، العالم كله بيشوف شبابنا بقى بيتكلم ازاي، بيشوف التنظيم اللي عملوه، يشوف زي ما انت اشرتي على حكايه اهتمام بالاجراءات الاحترازيه في المنتدى. ليه بقى؟ لانه انت النهارده كم مره الوقت بيجي عندك ناس يعملوا اجتماعات ومؤتمرات؟ قبل كده كان عندنا حاجه افريقيه قبل منتدى قمه الكوميسا، ايوه، وبعدين جاي كمان قمه المناخ. يعني في ثقه في مصر وفي قدرتها التنظيمية وعلى المشروع المصري اللي فيه مليون فرع، يعني مثلا زي ما انت قلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة المعيلة والتأمين الصحي يعني في كذا حاجة، يعني في كذا حاجة في نفس الوقت، لأنه زي ما الرئيس قال ما نقدرش نعمل حاجة ونسيب حاجة. يعني النهاردة كله بيتعمل، يعني كان في ناس مثلا بتنتقد انه الدوله الوقت بتهتم بالطرق، ده شرايين الدوله هي الطرق، صحيح، لانه بالظبط لما يجي واحد يستثمر ويقعد في حته مثلا زنقه كده وهو جاي يحود مش عارف ويقعد ساعتين ثاني يوم هيركب الطياره ويروح. لا احنا النهارده يعني في ارساء قواعد دوله عظيمه ومحترمه ورجع تاني لمكانتها الحضاريه اللي طول عمرها فيها، وكل حتى الدول العربيه الاكثر العربيه
اللي تضررت في الفترة الأخيرة وابتدت فيها قدر من الخراب برضو، النهاردة مصر بتساعدها على إنها تسترجع تاني كيانها ومكانها. يعني كل ده، يعني مصر النهاردة كل العالم بيبص لها على إنها يعني طاقة بناء ورغبة في البناء ورغبة في رفاهية العالم كله وفي إن السلام يسود. والريس قال على حاجة مهمة جدا، لو ما فيش عدالة وفي تخريب هنا وضرب هنا وقتال هنا وناس جعانة وكل الدول اللي عندها يعني صراع جامد ما بتساعدش، هتعاني بعد كده. يعني هي نفسها ممكن تتقلب تبقى يعني صروف من على الخريطة. فهو نبه إلى أن السلام هو المكسب العظيم للبشرية كلها، لمصر بس للبشرية كلها أيضا. وأنا الكلام ده يعني بلاقيه 100% مظبوط يعني. صحيح، ويعني كان لعل ما ختم به الرئيس كلماته هو يعني بجانب تحيا مصر وتحيا البشرية. وفيما طبعا يتعلق بصورة مصر أمام العالم ومشاركة مصر في القضايا الحيوية العالمية، أيضا التغيرات المناخية، مصر واحدة من الدول التي تعلن موقفها من يعني مسؤولية الدول الكبرى فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية. الآن مصر تأخذ خطوات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، نحو الطاقة النظيفة، رأينا ذلك في مجمع بن بان للطاقة الشمسية. ولمصر أيضا تجربة رائدة في هذه القضية الحيوية، وكانت واحدة أيضا من أهم جلسات المنتدى التي شارك فيها الرئيس. طبعا، والرئيس من قبل حتى يعني هو طرحت في المنتدى لانه بدا تنفيذها في مصر. شوف انت السيارات الكهربائيه مثلا اللي بدا دلوقتي، الغاز بدل البنزين عشان الانبعاثات الكربونيه اللي بتحصل. شوفي هذا الرجل من اجل يعني الحاجات اللي فعلا رائعه فيه انه ما فيش حاجه بتفوته. يعني هتيجي حاجه واحده في مصر معاناه لاي فريق، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم هو معاهم، الأطفال اللي عندهم ضمور عضلي هو معاهم وبيعالجهم. يعني مفيش حاجة بتفوته، يعني حاجة غريبة. الحمد لله الحمد لله، ربنا عوض صبرنا خير يعني. يعني والنهاردة مثلا لما يبقى عندك رئيس ما بيحتكرش الوضع، ما بيحتكرش القرار، بالعكس بيدفع الشباب إنهم هم يساهموا، ولما يساهموا انهم بيتناقشوا يوصلوا للقرار معاه او بيقولوا القرار بتاعهم ايه. فدي حاجه يعني حاجه فعلا مبشره. وهذه هي فكره منتديات الشباب، يعني فكرتها الاساسيه هو الحوار، المنصه الحواريه، الحوار والتحمل المسؤوليات. الشباب هم دايما هو يقول إن الشباب هم دلوقتي قوة الحضر وهم المستقبل، هم الأمل في المستقبل. يعني أنتوا الشباب اللي لسه هتعيشوا مصر اللي جاية بقى، هتعيشوا يعني إحنا عشنا كتير في في أوقات وحشة ومظلمة، بس الحمد لله إن كله دلوقتي يعني اطمنا عليكم على الشباب، وأنتوا كمان بقى عندكم ثقة في المستقبل وثقة في القيادة بتاعتكم إنها تعمل لهذا البلد. يعني بيحب البلد، بيحبها، يعني دايما بيقول ما حدش بيحب مصر قد السيسي من اي حد من بره يعني. واحنا ليه خسرناه؟ انت عارفه يعني احنا خسرناه لانه قلوبنا شاورت عليه، لانه ما حدش يقدر يقول ان احنا شفنا تجاربه، بس احنا حسينا بيه وقلوبنا شاورت عليه. ولما واحد يطلع 40 مليون تقريبا يقولوا احنا عايزين ده، ما حدش يقدر بقى يعني يفتح بقه بعدها. واحنا راينا يعني ما تحقق على مدار السنوات الماضيه من انجازات وعد بها الرئيس وتحققت على ارض الواقع، يعني مشروعات قوميه، حتى الطرق والكباري التي تحدثت عنها هي ليست فقط للمستثمر، هي اثرت بشكل مباشر على حياه المواطنين، وهذا امر يعني نلمسه جميعا في حياتنا اليوميه. طبعا، وقللت من تلوث الجو. انا معاكي، انا بقول لك على حكايه المستثمرين كمان، ده كمثل كده يعني. لكن انا النهارده لما الاقي
كل حاجه الطرق بتمشي باسرع بتمشي بتاع، مفيش بقى لما بيقفوا. انا بشوف ساعات كنت قبل كده يعني اشوف مثلا 100 عربيه ورا بعض وكلهم بيطلعوا عادل. وبعدين حتى مره كنت مع المهندس ابراهيم الجنيري كنت بعمل معاه حوار في التلفزيون، وقلت له قلت له يا فندم يعني طب يعني ما تعملوا سكه حديد تنقل البضائع بدل ما تنقلها عربيات النقل واحنا ندفع ثمن نقل السلع، وبعدين الدوله تدفع مليارات لعلاج المصريين اللي بيصابوا بامراض من التلوث. فكان المشكله ان ما كانش فيه حتى ميزانيه للسكه الحديد. شوف النهارده شوف النهارده النقل بيعمل في نقل جامده قد ايه، وقد ايه النقل الجماعي ده اللي بيبقى مثلا المترو والقطارات وكده وفي طرق ماشيه، ده بيغير الحياه كلها في البلد. نعم. ان شاء الله هيتغير الى الافضل 1000 مره يعني. دور الاكاديميه الوطنيه للتدريب استاذه فريده كيف ترينه؟ يعني راينا صباح اليوم تخريج دفعه من الاكاديميه، وفي ختام المنتدى الرئيس يكلف الاكاديميه باعداد برامج تدريبيه متخصصه للشباب العربي والافريقي لتطوير مهاراتهم يعني لمواجهه تغيرات كثيره في المجتمع مثل جائحه كورونا على سبيل المثال. طبعا لانه التجربه المصريه تجربه فعلا رائده دلوقتي، والعالم كله بيتكلم عنها والله مش ببالغ يعني، لانه كلنا عارفين ده. فالنهارده لما تيجي الاكاديميه تدرب الشباب كمان على يعني طرق اخرى، يعني طرق بمعنى طريق، يعني العلاقات مع الافارقه الاشقاء الافارقه، العلاقات مع الأشقاء العرب، يعني كل دي حاجات مهمة جدا 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 في إقامة توطيد العلاقات بين مصر وبين كل هذه الدول، وشبابنا يطلع عنده يعني وعي جامد جدا جدا ووعي حقيقي بأهمية التعاون الدولي. من يعني احنا لما نبقى عندنا مثلا علاقات بأفريقيا زي ما كانت عندنا زمان، ويبقى فيه تكامل بيننا. احنا كنا يعني احنا كنا كل حاجاتنا كانت بتتصدر لافريقيا، وافريقيا كنا بناخد منها حاجات. فالنهارده العالم بيتغير، العالم النهارده التكنولوجيا والشباب كلهم ده. انا ساعات بحتاج في حاجه بيجي حفيدي يعملها لي، يعني شوفي يعني اتغيرت الامور، اتغيرت الشباب دلوقتي بقى عنده مقومات اكتر من الاجيال اللي فاتت، بس اجمل حاجه انه عندهم قياده دلوقتي بتدفعهم لاستثمار هذه الامكانيات، مش يفضل ماسكها وبس وقاعد في البيت مساكت، لا بيطورها وبينشرها وبيعلم التانيين ويتخطاها وبيبدع وبيفتكر يعني حاجات. وبعدين على وهذا رأيناه يا أستاذة فريدة، يعني الروبوت الخاص بالتعقيم الذاتي مصري، السيارة الكهربائية مصرية، رأيناهم في المنتدى، والروبوت بتاع الجراحة كمان. صحيح، في واحد مصري اللي عمله. أنا عايز أقول لك في حاجة كمان من أجمل ما يمكن في الرئيس، إن هو مع الفن مع الثقافة مع القوة الناعمة المصرية. إحنا شفنا الحرب اللي شنوها على افلامنا وعلى ثقافتنا وعلى اللي هي القوه الناعمه، سلاح مصري عظيم. فبقول لك الراجل ده واعي بكل حاجه، الحمد لله يا رب، الحمد لله، ربنا يا رب يخليه لنا، وانا بعتبره هديه ربنا لمصر والله. وهي ختام المنتدى كان عباره عن لوحه فنيه، يعني الفيلم التسجيلي والعروض التي رايناها كلها عروض فنية ممتعة وتعبر عن الحب للفن، وتعبر أيضا عن حضارات كثيرة في العالم، رأيناها في حفل ختام المنتدى. على هامش المنتدى أيضا الرئيس تفقد معرض الحرف اليدوية كان بعنوان مصر سيناء، وكانت فرصة للحديث مع شيوخ وأهالي يعني القبائل وأيضا أسر شهداء سيناء. هذه يعني تصب في فكرة مشاركة أهالي سيناء أيضا في العملية التنموية التي تحدث في مصر الآن. طبعا، وبمهاراتهم مهاراتهم وخصوصياتهم،
يعني عندهم حاجات محدش يعرف يعملها غير بتوع سينا. صحيح. يعني سينا يعني جزء عزيز جدا جدا على كل مصري، وان شاء الله. وبعدين خدي بالك دي فيها حوالي 450 الف فدان ممكن يتزرعوا، يعني فيها تكامل مع مصر، بس ما كانش حد بيستثمرها، كانت كله سايبها كده. يعني اللي بيعمل انفاق واللي بيعمل ارهاب واللي بيعمل يعني كانها لا، الريس رجعها تاني، واهل سينا واقفين وراه دلوقتي، لان الاعمار هو سلاح مهم في مواجهه بالضبط. الارهاب بالظبط كده، بالظبط كده، الاعمار والعمل. يعني هم دي كانوا بيستغلوا الناس اللي عاطلين عن العمل واللي مش لاقيين مورد رزق، فكانوا بكل اسف يعني بيستغلوا ده بشكل فظيع. بس الحمد لله دلوقتي شوفي اهل سينا قد ايه فرحانين بالريس، وقد ايه فرحانين بالوضع في مصر دلوقتي والتغيرات اللي بتحصل في مصر. يعني ده زمان كانت سينا الواحد بيخاف يروح فيها، النهارده شوفي بقى فيها منتدى الحمد لله وانتهى على خير وزي الفل، وكل الناس بتتكلم عنه، وكل الناس يعني بتقدر القفزه الهايله. انا بقول اللي حصل في 7 سنين يعني الواحد ساعات يحس انه اتعمل في 700 سنه. يعني الحمد لله، يعني في حاجات كنا بنحلم بيها وربنا انعم علينا بانها تتحقق بقائد عظيم وقائد فاهم كل حاجه وبيحب بلده. هي دي انا بالنسبه لي دي من اهم النقاط، يعني اللي هي تنطلق منها كل حاجه بعد كده. يعني كل اهتمام باي فصيل مصري، بتقسيم السرع، بمنع التلوث، بالصحه، التامين الصحي والرعايه الصحيه والتعليم، وكل الحاجات الحلوه دي، والسكن الكريم، كل الحاجات الحلوه دي هي دي اللي اتعملت واحنا حاسينها وحاسين انها يعني كانت ناقصانا زي ما بنقول يعني. طيب تعقيبك الأخير أستاذة فريدة، يعني على واحدة من أهم فعاليات هذا المنتدى، جلسة حوارية كانت مفتوحة بين الرئيس ومراسلي وصحفي الوكالات الأجنبية المتواجدة هنا في مصر، كان هناك حوار مفتوح وأسئلة وسعة صدر من الرئيس للاستماع لكافة الأسئلة المطروحة من قبل وسائل الإعلام فيما يتعلق بالقضايا الموجودة في مصر. أهمية وجود مثل هذه الجلسة ومثل هذا الحوار في حدث يعني مثل منتدى الشباب العالمي. شوفي ما فيش حاجة في الدنيا أجمل من الحوار. يعني لما يبقى في زعيم أو رئيس قافل على نفسه وما بيشوفش الناس، وحتى لما يقولوا له مثلا الناس عايزة بتاع يقول لا خليهم يتسلوا مثلا، يعني على سبيل المثال، لا الحصر كتير كانوا كده يعني. فالفكرة إنه لما بيبقى رئيس يعني كل كيانه مع شعبه وبيقعد يسمع ويشوف يعني محتاجين ايه، عايزين ايه، الحوار اللي بينه وبينهم، بس هو ساعات بيبقى في الشارع ويسال ناس. صحيح، بشكل عفوي يعني. انا معلش انا من جيل قديم قوي، انا بفتكر ان جمال عبد الناصر لما كان بيطل علينا كده بس حتى من التلفزيون، انا شفته مره يعني لن انساها يعني ولن انسى عليه، بس شفته وشفت قد ايه بيأثر فينا. نعم. لان كان مهتم برضه بالفقراء، مش هو اللي قال، بيقولوا الفقراء ليهم نصيب في الاخره في الجنه، طب ما ينفعش يبقى لهم نصيب ولو صغير في الدنيا، ينفع كنتوا في الاخره؟ اهو انا لاقيه ان احنا دلوقتي ماشيين على النمط ده، على ان يعني الرئيس بيتكلم قال لك الفقر اخطر من اي حاجه ثانيه، هو الفقر مش افتكر قال كده المره دي مش كده؟ صحيح، كان في حديث عن الفقر وفكره يعني انه الانسان يحرم من انه يعني من متعه معينه كالنزهه او غيرها. يعني الفقر والتخلف والجهل كل دول بيحاربهم وهيحاربهم وينتصر عليهم نهائيا ان شاء الله. وانا شايفه انه ده علامه، يعني منتدى شرم الشيخ المره دي علامه، ويوم يعني او 3 4 ايام كده هيفضلوا في تاريخنا مبيئين يعني بشكل جميل جدا يعني، وكل سنه مصر طيبه.
نعم، وحدث بالتأكيد كلنا فخر أننا نشهده في مصر ويشهده شباب العالم معنا. أشكرك جزيلا الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية على وجودك معنا على شاشة التلفزيون المصري.